بقي معنا أن يحب المسلم الكافر لأمر مباح ليس لدينه وليس لمعصية وليس لمصلحة دنيوية، وإنما لأمر مباح. مثلا لعب الكرة، لعب الكرة من حيث الأصل مباح، فأن يحب المسلم كافرا لأنه لاعب كرة، لأنه ماهر في الكرة، فيقول مثلا بعض الشباب يقول أنا أحب ميسي، أنا أحب رونالدو، هذا لا يحب لدينه ولا لمعصية ولا لمصلحة دنيوية، وإنما لأمر مباح لكانه يلعب يعني بمهارة فهو يحبه، وانتقل هذا إلى حب الأندية. تجد أن الشباب المسلمين يعني يتعصبون، أصبحوا لأندية الكفار. تجد بعض الشباب يقول أنا أحب ريال مدريد، ثاني يقول لا أنا أحب برشلونة، ويختصمون في هذا، هذا أحسن وهذا أحسن ونحن نغلبكم، وكأنهم معهم. وهذا محبة للكفار من أجل أمر مباح. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يدخل في كلام أهل العلم في المحبة المحرمة، وأنه لا يجوز. لاحظوا يا إخواننا، نتكلم عن محبة الكافر لا الإعجاب مثلا باللعب نفسه. يحب الكافر لأنه ماهر، يقول أنا أحب ميسي، ما هو لعب. نحن ما نتكلم عن محبة اللعب، نحن نتكلم عن محبة اللاعب نفسه بسبب لعبه، هذا حرام. ولا أعرف شيئا يخرجه من الأدلة الدالة على التحريم ومن نصوص أهل العلم بالتحريم. ولا شك أنه ذريعة لمحبته لدينه، بل هو ذريعة لفعل بعض الأمور التي يفعلها لكفره. فالآن بعض شبابنا تجدهم يلعبون الكرة وإذا سجل هدف قال لأنهم يرون ميسي إذا سجل هدف يفعل هكذا. فأصبحوا يحبون يقلدون ويفعلون حتى هذا، وهذا واقع. فهو ذريعة إلى المحرمات، والذريعة إلى المحرمات محرمة. فهذه الأقسام كلها حرام، ولكنها في الحرمة ليست على درجة واحدة. أعلاها في الحرمة محبة الكافر لدينه، وهذا ينقض الإسلام ولا يجتمع مع الإيمان. ثم محبة الكافر لمعصية، وهذا للأسف مستشري جدا في شباب المسلمين، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. تجد أن أكثر الذين يتابعون مشاهير الغرب من المسلمين، ولو جاء مطرب إلى بلد من بلاد المسلمين اجتمع الملايين وربما تقاتلوا، ولو جاء شيخ ولا داعية يأتي 100 ولا كذا، والمتابعات في وسائل التواصل الاجتماعي للأسف يعني بعض الكفار يصلون إلى 50 مليون، 55 مليون، تقول الإحصاءات إن أكثرهم من المسلمين.
فهذا يجب أن نهتم به وأن لا نهون من شأنه، وأن نبين للناس أنه حرام لا يجوز. ثم يليه محبة الكافر لمصلحة دنيوية، ثم يليه في الحرمة محبة الكافر من أجل أمر مباح.